الفقيه العالم طاووس بن كيسان؟ بل أنا العبد الفقير إلى الله ذكوان بن كيسان. أنا حاجب خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك الذي جاء ليؤدي فريضة الحج، وما إن وصل مولاي إلى مكة حتى طلب مني أن أبحث عمن يفقهه في الدين ويذكره بالله، وقد سألت الناس فدلوني عليك. دلني أنت على مكان أمير المؤمنين. العالم طاووس بن كيسان يا مولاي. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بعالمنا الكبير طاووس. قد سمعت عنك كثيرا ورغبت كثيرا في لقائك. جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، وأعانك على ما فيه خير العباد. تفضل اجلس. بل اقترب مني أيها العالم. لا 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 يا طاووس، بل اقترب حتى تجلس إلى جواري. والآن أريد أن أسألك عن بعض أمور مناسك الحج، وأرجو أن تجيبني عنها. سل ما شئت يا أمير المؤمنين. وظل الخليفة سليمان بن عبد الملك يسأل وطاووس يجيب، فلم يترك سؤالا سأله الخليفة إلا وأجاب عنه جوابا شافيا وافيا. عرف سليمان بن عبد الملك ما كان يريد معرفته، ولم تبق له أسئلة أخرى، وأحس طاووس أنه لا ينبغي أن يغتنم هذه الفرصة، فهو لن يلتقي كثيرا بالخليفة. إن الله سبحانه وتعالى سيسألني عن جلوسي في هذا المجلس. يا أمير المؤمنين، أريد أن أقول لك شيئا. خيرا يا طاووس، قل ما تشاء. توجد بئر في قعر جهنم. على حافة هذه البئر صخرة، وقد سقطت هذه الصخرة في البئر، فظلت 70 عاما تهوي إلى أن وصلت إلى القرار. أتدري لمن أعد الله هذه البئر؟ لمن أعدها؟ أعدها الله للذين أشركهم في حكمه على الأرض وولاهم أمر العباد، فظلموا وجاروا. إياك والظلم يا خليفة المسلمين، فإنما ولاك الله أمر عباده لتعدل بينهم. فالعدل العدل يا أمير المؤمنين، العدل العدل يا أمير المؤمنين، العدل العدل يا أمير المؤمنين، العدل العدل يا أمير. جزاك الله خيرا يا طاووس، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. أخاف إذا أنت قلت ما لا يعجب الوالي يا طاووس أن تغضبه فينزل علينا عقابه، وأنت تعلم كيف يكون غضبه وكيف يكون عقابه.
ما غضبه ولا عقابه يا وهب بن منبه بأشد من غضب الله وعقابه؟ وأنت تعلم أن أفضل النصح هو نصح ولاة الأمور، فإنهم إذا صلحوا صلحت الرعية كلها، وإذا فسدوا فسدت الرعية كلها. صدقت يا طاووس، صدقت. هذا ما أردت أن أنصحك به يا مولاي، وما كان كلامي إلا من كتاب الله عز وجل وقول نبيه صلى الله عليه وسلم. كلامك جميل يا طاووس. يا غلام، أحضر أفضل ما عندك من عباءات وضعها على كتفي عالمنا، فهو يستحق أن نكافئه مكافأة تليق بما قاله لنا. بقيت لي نصيحة واحدة لوالي اليمن. تكلم يا طاووس، قل ما شئت. اعلم يا مولاي أنه ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا ويحاسب عليه، حتى أنين مرضه. فكيف بك وأنت والي البلاد وحاكم العباد؟ فاحذر يا مولاي أن ينطق لسانك بما لا تحتمل عقابه يوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك وللحاضرين من كل ذنب. أستأذن مولاي في الانصراف. السلام عليكم. ما هذا الذي فعلته يا طاووس؟ لماذا أغضبت الوالي؟ كان يمكنك أن تأخذ العباءة ثم تبيعها وتتصدق بثمنها على الفقراء والمحتاجين. أنت محق يا وهب، لكنني خشيت إذا فعلت ذلك أن يقول العلماء من بعدي: نفعل كما فعل طاووس، ثم لا يتصدقون بما يأخذون. صدقت من جديد يا طاووس، والله إنك حقا طاووس الفقهاء. كيف يجرؤ طاووس على رفض الهدية التي أهديتها له؟ كيف؟ أنت تعلم يا مولاي أن العلماء لا يحبون قبول الهدايا من الحكام. من المؤكد أنه يريد أن يثبت لي أنه أغنى من أن يقبل هديتي. لكنني أعرف أنه رجل فقير، ولا بد أنه في حاجة إلى المال. فقير؟ حقاً؟ سأريه إذن عقاب من يرفض هدية الوالي. أيها الوزير، أرسل رجلاً من رجالك فوراً إلى منزل طاووس بصرة فيها 700 دينار ذهبي، واطلب منه أن يحاول بكل الطرق إعطاءها له، وعده بمكافأة كبيرة إذا استطاع إقناع طاووس بقبول تلك الصرة. لا أفهم يا مولاي، هل تكافئ طاووساً على ما فعل؟ لا تتعجل الأمور، ستفهم بعد ذلك ما أخطط له. هيا نفذ ما طلبته منك. أمر مولاي. سأريك يا طاووس كيف يكون عقاب آل اليمن، سترى ما لم تره من قبل. من أنتم وماذا تريدون؟ أنا رسول الوالي، وقد طلب مني أن أسلمك هذه الصرة، إنها تحوي 700 دينار ذهبي. لا حاجة لي بالذهب. إن الوالي قد أعجبه تصرفك عندما كنت عنده اليوم ورفضك هديته، فأصبح مقامك عنده عظيما وقرر مكافأتك على ما فعلت. وإذا كنت قد رفضت هديته على مرأى من الناس، فهل سأقبلها تحت جنح الظلام؟ أرجوك يا سيدي، إن مولاي قاس كما تعلم، ولا أعرف ماذا سيصنع بي لو عدت إليه بصرة المال. لا حاجة لي بمال الوالي،
ولست مضطرا لإرغامي على قبول هذا المال. ارجع إلى الوالي وقل له إن طاووسا قد رفض ولن يغضب، فهو معتاد على رفضي. فهل لي أن أطلب منك طلبا يا سيدي؟ أطلب ما شئت إلا أن آخذ هذه الصرة. بل أطلب منك شربة ماء، فالمسافة من قصر الوالي إلى بيتك طويلة، والوقت ليل، ولم أجد ما يروي عطشي طوال الطريق. اشرب واروي عطشك، وادع الله أن نشرب من حوض نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ادع الله يا سيدي أن يجنبني غضب الوالي. طالما كنت على الحق فلا تخشى أحدا إلا الله. شكرا يا سيدي، شكرا. وبعد فترة أرسل الوالي جنودا يطلبون من طاووس رد المال الذي أخذه، مدعين أنه وصله خطأ. انصرف أنتم الآن، إنه ينكر أنه أخذ مالا، وبهذا ستفشل خطتي. كنت أريد أن أستغل فقرة، وبعد أن يأخذ المال وينفق منه بعضه أطالبه برده فيعجز عن الرد فأسجنه، لكنه ينكر أنه أخذ المال أصلا. لا أظن أن عالماً كطاووس يمكنه أن يكذب يا مولاي. ألم يقل الرجل الذي أرسلته إنه سلم الصرة لطاووس؟ لقد أقسم لي يا مولاي إنه لم يغادر بيت طاووس إلا بعد أن ترك المال فيه. فما الذي حدث؟ اسمع، اذهب إلى طاووس بنفسك واصطحب معك ذلك الرجل الذي أرسلته، واعرف لي ما القصة. هيا. يبدو أنني لن أستطيع النيل منك يا طاووس. وعندما أرسلنا الجنود أنكرت أنك قد أخذت المال. إنما قلت الحق، فأنا لم أقبل تلك الصرة يوم جاء بها رجلك هذا متخفيا تحت جنح الظلام. لكنه يقسم إنه ترك المال في منزلك. هل أخذت منك شيئا أيها الرجل؟ كلا يا سيدي. فما الذي حدث إذن؟ غفلت ووضعت المال في هذه الفتحة في الجدار حتى لا أعود بالمال فيعاقبني مولاي. ها هي الفتحة أمامكما، فانظرا فيها كما تشاءان. أنت محق يا سيدي طاووس، فهذا الكيس لم يلمس منذ زمن. أرجوك، أنا لا أتحمل عقاب الوالي، لا أدري ماذا أصنع. أدع بالدعاء الذي دعا به يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعذرني يا سيدي على ما فعلت، لكنني كنت أخاف عقاب الوالي. لا تجعل خوفك من العباد يصرفك عن خوفك من رب العباد. بارك الله فيك يا طاووس، سيبقى فينا الخير ما بقي فينا رجال من أمثالك. رحم الله طاووس بن كيسان التابعي الجليل.